اكيد، والف مبروك. الحقيقه الدنيا باينه والشغل باين بصراحه، وروحكم الجميله باينه، وانتم مفرحينها يعني ما شاء الله كل البطولات دي. يمكن كمان دينا كابتن الفريق، انت عليك عبء اثنين بقى. عبء ايه؟ العبء الاول انت لاعبه ولازم تأدي، العبء الثاني لازم تبقى عينك على فرقتك والروح، ولو حد زعلان بتجيبيه، حد مش مبسوط، حد متضايق، حد عنده مشكله، فبتهيألي بقى الموضوع عليه حمل كبير عليك. هو اكيد طبعا، واكيد ده طبعا كان حصل الفتره اللي فاتت على فترات متباعده شويه، لان احنا كان ما بين ماتش سبورتنج اللي هو بتاع فاينل الدوري مرتبط وماتش السوبر ده قعدنا فتره. بس بصراحه كل الناس حطت ورا ظهرها كل ده، كنا كله بيجي التمرين بيتمرن خلاص ومش فارق معاه اي حاجه تانية، لحد ما وصلنا ماتش السوبر ده. وحتى احنا في التسخين كذا حد اتكلم وقال ان احنا يا جماعه حتى لو حد زعلان من حاجه نرمي كل ده على جنب، لان هو ماتش ببطوله بس، ماتش واحد يعني نكسبه خلاص، نكسب نبقى ابطال السوبر لاول مره بالنسبه لنا كسيدات. وبالفعل ده فعلا اللي كان حصل يعني. وحتى دينا يعني انا لسه بقول لك قبل الفاصل، انا معايا الاحصائيات بتاعه المباراه، بالرغم ان انت ما شاء الله يعني لعبتي مشاركه 10 دقائق بس، تقييمك في المباراه عالي جدا، وحاطه يعني الايفالويشن بتاعك او الافشنسي عالي. فبقول لك انت عليك عبء كبير يعني، انت بصراحه يعني انا من زمان وانت عارفه ان انا بيعجبني ادائك وبيعجبني روحك وبيعجبني اسلوبك في قياده الفرقه بصراحه. فبس خلينا اتكلم انه طيب، هنتكلم اللي فات فات يعني. أكيد. انا مش لسه هخش في ديتيلز المباراه والحاجات دي، بس احنا بناخد اوفر فيو كده على احنا فاضل لنا بطولتين ان شاء الله، الدوري السوبر اللي هو طبعا الاهم والاكبر واللي هو اكيد طبعا، وكاس مصر، وفي بطوله افريقيا اللي اعرفه ان شاء الله هي في شهر مارس، بس هو الخلاف بس مين هينظمها. بس ان شاء الله ايا كان مين هينظمها احنا مشتركين. طب انت شايفه اللي فاضل قد ايه، وشايفه الفرقه هل هي وصلت التوب فورم بتاعها ولا لسه احنا رايحين للتوب فورم؟ لا بصراحه لسه شويه كمان يعني، لسه، لان برضو احنا ما وصلناش ان احنا عملنا الاحتكاك مع الناس وهي كلها كامله يعني. مثلا صحيح. يعني حتى معظم الفرق احنا لعبناها الفتره كان كلها ناس مصابه او ناس عندها كورونا او ناس كده، فاحنا ما وصلناش. وحتى احنا كمان فرقتنا بالظبط ما اتجمعناش غير من قريب جدا، ولسه الناس كانت راجعه من تاهيل، كذا حد كان راجع من تاهيل. فانا متهيالي من وجهه نظري ان احنا لسه قدامنا ممكن شويه كمان، ممكن يعني لما نخش في الجد. ايوه بالظبط كده، على فاينل الدوري مثلا باذن الله، او كده او حتى الكاس ان شاء الله، نبقى الفول سكواد بتاعنا كله يبقى كامل. طيب خلي بالك، مش بس يبقى الفول سكواد كامل، بيبقى الحاله الفنيه مش بس، ما ممكن يبقى لعيب لسه راجع من الاصابه ومش جاهز. مش جاهز بالظبط. الحاله الفنيه انت شايفه ان ده كافي؟ ان يعني الفترات خلي بالك تقريبا الدوري هيقف شهر عشان الرجال بالظبط. فالفتره دي هتبقى مساعداني، هل مثلا نور علي طلعت تلحق ترجع؟ والله يا نور دلوقتي شغاله في فتره التاهيل بتاعها وباذن الله. لا خلاص، ونزلت التراك وتاهيل وكل حاجه يعني خلاص. هي طب بتفرد كحه؟ اصل خلي بالك العلاج الطبيعي، انا نفسي اتصبت في ايدي فعارف الموضوع عامل ازاي. لا هي بتحسن كبير باذن الله يعني، الحمد لله طبعا ربنا طمنا عليها اول حاجه، وان شاء الله في اقرب وقت تبقى معانا تاني، لان احنا كلنا مستنيين بصراحه وجودها. ممكن تكون رجعت طبعا.